اهلا بكم مشاهدينا. نواكشوط تحتضن افتتاح المؤتمر القاري حول التعليم بمشاركة رؤساء ووزراء عدد من الدول الإفريقية، إضافة إلى خبراء وممثلين عن منظمات دولية وهيئات حكومية مختصة في التعليم. ويناقش المؤتمر على مدى 3 أيام عددا من المواضيع المتعلقة بالتعليم والتشغيل وفرص الولوج إليهما، إضافة إلى تبادل التجارب الناجحة. وينظم المؤتمر تحت عنوان إفريقيا متعلمة مؤهلة للقرن 21، إقامة أنظمة تعليمية قوية لزيادة الجودة والملائمة والولوج إلى التعلم الشامل مدى الحياة في إفريقيا. ولتسليط الضوء مشاهدينا أكثر على الموضوع، نستضيف لكم الدكتور أحمد سعيد اللباه، رئيس جامعة شنقيط العصرية. أهلا بكم دكتور معنا. مرحبا بكم. أولا دكتور، دعنا نتحدث عن أهداف هذا المؤتمر. لماذا تم القرار بإنشاء أو إقامة هذا المؤتمر وفي موريتانيا بالضبط؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا جزيلا على الاستضافة. لابد طبعا وقبل استعراض أهداف هذا المؤتمر من الإشارة إلى أنه يشكل حدثا بارزا تستضيفه موريتانيا ويستحق كل الإشادة والتنويه. بالنسبة للأهداف الاستراتيجية التي يتوخاها مثل هذه المؤتمرات، عادة تنقسم إلى قسمين. القسم الأول هو قسم تقييمي، والقسم الثاني هو قسم اقتراحي. بالنسبة للقسم التقييمي، عادة تهدف هذه المؤتمرات إلى الوقوف على ما أنجزته الدول المشاركة، وهنا الدول الإفريقية، الدول الإفريقية من إنجازات بالنسبة لأهداف التنمية المستدامة، وخاصة الهدف الرابع للأمم المتحدة الذي يعنى بقضايا التربية والتعليم. ثم بعد ذلك، وبما أنه ينعقد في إطار الاتحاد الإفريقي، سيتم الوقوف كذلك على ما تم في إطار الاستراتيجية الإفريقية المعروفة ب2063، وهي المرجعية الأساسية للدول الإفريقية وخاصة في مجال التنمية البشرية. وبعد ذلك يتم التطرق إلى ما أنجزته كل دولة على حدة في إطار سياساتها وخططها وبرامجها التنفيذية. سيتم أيضا التطرق إلى مختلف الإحصائيات والمؤشرات الخاصة بسياسات كل بلد على حدة. ففي البداية سيتم تقييم ما هو مشترك، سواء ما يتعلق بأهداف الأمم المتحدة أو الاستراتيجية القارية، ثم بعد ذلك كل دولة تقدم تجربتها، تقدم ممارساتها الفضلة، تقدم مبادراتها الرائدة، وخاصة في مجال السياسات، في مجال التشريعات، في مجال التمويل، في مجال استخدامات التكنولوجيا، وبطبيعة الحال في مجالات الشراكات والتعاون. جميل. هذه الدول التي تشارك في هذا المؤتمر، كيف تتم هذه المشاركة؟ هل هي اختيارية أم أنها مشاركة تحصيل حاصل، يعني ما داموا في الاتحاد الإفريقي فهم مشاركين بالفعل، أم ماذا؟ طبعا لكل مؤتمر من هذا المستوى رؤية قبلية، فكل مؤتمر هو في الحقيقة عبارة عن مشروع استراتيجي للدول المعنية، سواء كانت إفريقية في إطار الاتحاد الإفريقي أو أوروبية في إطار مؤسسي آخر. فالرؤية الإفريقية لقضايا التعليم والابتكار والجودة هي في الحقيقة رؤية ثاقبة، وأيضا قطعت أشواط مهمة جدا بالنسبة للعمل التربوي المشترك على المستوى الإفريقي. فهناك مرجعيات، سواء هذه الاستراتيجيات التي ذكرناها، هناك أيضا برامج تعاون مع منظمات كبرى، وهذا المؤتمر ينعقد أيضا بالتعاون مع منظمة اليونيسف، فهو وإن كان مؤتمر قاري فهو في الحقيقة أيضا مؤتمر دولي، لأن اليونيسف
منظمة أممية ولها تغطية شاملة على جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. ثم بعد ذلك هناك استحقاقات معينة، فنحن نعلم أن 2030 يشكل استحقاق في الحقيقة دولي، لأنه سيتم ربما إعداد برنامج جديد للأمم المتحدة وتنتهي الأهداف التنمية المستدامة الحالية. فهذه المؤتمرات على هذا المستوى هي أيضا بمثابة مشاورات استراتيجية بين عدد من الأطراف ستتفق لاحقا على بلورة رؤية جديدة للعقود القادمة. جميل. الدول الإفريقية ليست موحدة في مناهج تعليمها، كيف يمكن ملائمة هذه المناهج للمشاركة في استراتيجيات مخطط لها مسبقا؟ طبعا قضية المشترك الاستراتيجي هذا مبحث يعني كبير ومبحث يعني متشعب، لأن الخصوصيات كثيرة، ولكن أيضا لابد من تحديد أرضية مشتركة، لابد من تحديد اهتمامات متبادلة، ولابد من تحديد أيضا مسار موحد. فلا يمكن أن تكون لدينا مسارات بعدد الدول في أي إطار مؤسسي معين. فمن مهمة هذه المنظمات ومن مهمة مسؤوليها وخبرائها ومن مهمة أيضا الدول الأعضاء أن تتفق على أرضية مشتركة تضمن طبعا تطوير المجال التعليمي على أي كان من هذه البلدان. نعم، ولكن تحفظ أيضا الخصوصيات. الخصوصيات نعم. لكل بلد. وكما ذكرتم الخصوصيات اللغوية هي أبرز هذه الخصوصيات. يأتي بعد ذلك الخصوصيات الاجتماعية. ثم بطبيعة الحال تأتي الخصوصيات المالية والمادية، لأن كل سياسة تتطلب مستوى معين من القدرات المالية، وكل تخطيط وكل خطة تنفيذية أيضا تتطلب ربما موارد بشرية وموارد مالية وفنية. والدول الإفريقية في الحقيقة من أكثر الدول تفاوت في هذا المجال، وإن بدا ذلك غريبا إلا أنه حقيقة. وهل ترون بأن باستطاعة البلدان الإفريقية تمويل برامج إذا اتفقت على برامج معينة واستراتيجيات معينة للنهوض بالمجال التعليم؟ بطبيعة الحال الدول الإفريقية تحظى بموارد مالية متنوعة، سواء منها ما يتعلق بالموارد المادية والموارد المالية النقدية، ثم بعد ذلك تحظى أيضا بأذرع تمويلية. فعندنا البنك الإفريقي للتنمية وهو مؤسسة كبرى، عندنا الوكالة الإفريقية لتنمية التعليم وهي أيضا وكالة نشطة، وعندنا مجموعة من الصناديق التمويلية التابعة للإطار المؤسسي الإفريقي. هناك أيضا نماذج دول نجحت في تطوير بنيتها التعليمية، نجحت في النهوض بمنظومتها التعليمية، ويحظى هذا المؤتمر بمشاركة أحد رواد في الحقيقة هذه التجربة، وهو رئيس رواندا، وتعلمون النهضة التي يشهدها هذا البلد. صحيح. ففي الحقيقة مشاركة هذا الرئيس في هذا المؤتمر بالذات هي من المؤشرات التي تدل على أهميته، والتي تدل أيضا على الوعود التي ربما تعقدها والآمال التي تعقدها الدول المشاركة في هذا المؤتمر. جميل. انعكاسات مشاكل المطروحة في مجال التعليم لمختلف البلدان الإفريقية، وتختلف هذه المشاكل من بلد إلى آخر، كيف ستتم بوتقتها في حل جذري واحد؟ هو في الحقيقة المعركة التنموية كلها تدور حول الرأسمال البشري. صحيح. فما دمنا نضع الرأسمال البشري في مركز السياسات وفي قلب استراتيجيات، فلا شك أن الحلول وكل الحلول ستتبع هذه الرؤية، سواء ما يتعلق بالتشريعات وما يتعلق بالبنى التحتية وما يتعلق بالتمويلات إلى غير ذلك. فالرؤية الحالية بالنسبة للاتحاد الإفريقي وبالنسبة لإفريقيا بصورة عامة هي لا شك التركيز على الرأسمال البشري، ونحن نعلم أن إفريقيا هي قارة من الشباب، وقارة يعني لها أيضا إمكانات بشرية يعني قوية.
فلذلك الاستراتيجيات الحالية موجهة لفائدة الرأسمال البشري، وهذا ينعكس في موضوع هذا المؤتمر. فعندما نتحدث عن التعليم والتشغيل والتأهيل والشباب، فهذه كلها أبعاد لتنمية الرأسمال البشري، وكلها تصب في تنمية الرأسمال البشري. فما دمنا نتفق على محورية واحدة ومركزية الرأسمال البشري، فنعتقد أن كل التحديات وكل الخصوصيات ربما ستنصهر وستتكامل في إطار هذه الرؤية. جميل. هناك تحديات كبيرة تواجه البلدان الإفريقية وتنميتها، وخصوصا الرأسمال البشري، لأن بعض الكثير من البلدان الإفريقية تعاني من مشكل ليس الفقر بل الأمن، وخصوصا في منطقتنا في بلدان منطقة الساحل، دول الساحل. كيف يمكن معالجة هذه المسألة، ويكون بإمكان الشباب أو أطفال الأفارقة يلجون إلى التعليم في ظل عدم الاستقرار الأمني؟ نعم، لا شك أن الأمن والسلام يشكلان ضمانة فعلية وحقيقية وواقعية للتنمية، فهذا ليس فقط في القطاع التعليمي وإنما في جميع القطاعات. القارة الآن تشهد تحديات في هذا المجال، ولا شك أيضا أن الحل هو في تنمية الرأسمال البشري. فالحلول الأمنية طبعا مهمة، وتدابير الأمنية لها فائدتها ولها انعكاساتها، إلا أن يجب أن يتم التركيز أيضا على تنمية هذه الموارد وعلى تربيتها على قيم السلم وعلى قيم الأمن وعلى قيم المواطنة وعلى أيضا قيم العمل وقيم الإنتاج وقيم المساهمة في النمو الاجتماعي. طبعا هي مراحل تقتضيها كل هذه المحطات وكل هذه الإجراءات، إلا أنهم هذه السياسات عادة تؤتي أكلها، ولا يمكن أن نبقى في هذه الدائرة المفرغة. الأمن، عدم الأمن لا يمكن من ولوج التعليم والتربية، يزداد عدم الأمن إلى غير ذلك. لا بد من كسر يعني هذه المعادلة وكسر هذه الحلقة، من أجل أن يجد الشباب ومن أن تجد هذه الأجيال المتعلمة طريقها، وأن تساهم في تنمية مجتمعاتها، وأن تضمن أيضا لأجيالها القادمة النمو والازدهار والاستقرار. من زاوية التعليم، التشغيل وفرص الوصول إلى 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 إليهما، ما هي المحاور التي يمكن أن يطرحها المتحاورون في هذا المؤتمر، أو تطرح للنقاش في هذا المؤتمر، من أجل الولوج أو تحقيق فرص حقيقية موجودة في هذه البلدان من أجل ولوج الشباب إليها؟ نعم، في مجال التشغيل. نعم، هذا طبعا يتعلق بالشق الثاني الذي تحدثنا عنه، وهو شق الاقتراحي. كما تعلمون، التعليم الفني والتأهيل هو والتربية والتعليم وجهان لعملة واحدة، فهناك خصوصيات لكل واحد ولكل مجال من هذين المجالين، وهناك توازن يجب أن يتم. في الدول المتقدمة هناك إحصائيات، هذه الإحصائيات 40% في التعليم العام أو ما يسمى بالتعليم العام، التعليم النظامي الأكاديمي، و 60% في التعليم الفني والتعليم المهني. ففي الحقيقة يعني هذه التركيبة هي التي تضمن للمجتمع نموه وتنميته، والتي توفر له حاجياته في مجال التنمية وفي مجال القدرات الفنية. طبعا أعتقد أن هذا المؤتمر سيسير في إطار هذا التوازن، سيسير في إطار توفير ظروف قادرة على إنتاج أجيال من الشباب ذات كفاءات، ذات مهارات، ذات قدرات، ذات مؤهلات تنموية معينة، وليست فقط أجيال لها مخزون علمي نظري معرفي ليست له تطبيقات معينة على المجال التنموي. ما هي أهمية هذا المؤتمر ورمزيته بالنسبة لموريتانيا التي تحتضن فعالياته؟ أعتقد أنها رمزية كبيرة جدا. فأولا إذا نظرنا إلى مستوى الحضور
يعني عدد من رؤساء الدول، عدد كبير جدا من الوزراء، عدد آخر أيضا كبير من رؤساء المنظمات الدولية ومن الخبراء. فوجود يعني كل هذه الأعداد المهمة على التراب الوطني، هذا بحد ذاته يشكل وزن ويشكل ثقل استراتيجي مهم بالنسبة للبلد. أعتقد أيضا أن اختيار موريتانيا لاحتضان هذا المؤتمر في ظل رئاسة الاتحاد الإفريقي، أعتقد أنه إنجاز مهم بالنسبة لهذه الفترة وبالنسبة لأيضا هذه المهمة التي تطلع بها موريتانيا في شخص فخامة رئيس الجمهورية رئيس الاتحاد الإفريقي. أعتقد أيضا أن المجال الذي تم اختياره لهذا المؤتمر وهو مجال التعليم والشباب والتشغيل والتأهيل هو أيضا على رأس أولويات القارة الإفريقية. ربما كان ينعقد مؤتمر آخر في قطاع آخر سواء قطاع الطاقة أو قطاع المالية إلى غير ذلك، إلا أن قطاع التعليم والشباب في الحقيقة يشكل أولوية كبرى بالنسبة للقارة، يشكل أيضا أولوية كبرى على المستوى الوطني. فنحن نعلم الاهتمام الذي يليه فخامة رئيس الجمهورية لقضايا الشباب وهي مأمورية الشباب، نعلم أيضا ما يليه لقطاع التعليم ولقطاع التشغيل والتأهيل الذي هو في الحقيقة جسر بين التعليم والشباب. فالتعليم بدون تشغيل وتأهيل لا يمكن أن يخدم الشباب، والشباب أيضا لابد أيضا من أن يحظى بتأهيل وتعليم بالإضافة إلى بتأهيل وتشغيل بالإضافة إلى المهمة التعليمية التي يجب أن طلعها في بداية عمره. خلال حضورنا اليوم لفعاليات المؤتمر لاحظنا حضور أيضا لقادة نقابات تعليمية في موريتانيا كانت تطرح مشاكل متعددة، هل يمكن أن ينعكس هذا المؤتمر والنقاشات التي ستدور داخل كواليس القاعات المخصصة لذلك، هل ستنعكس بحلول معينة على المشاكل التي يعانيها التعليم في موريتانيا؟ كما تعلمون بالنسبة لأي قطاع وخاصة بالنسبة لقطاع التعليم هناك ذراعان أساسيان معروفان وهو صانع القرار وصانع السياسات، إلا أن الذراع المدني والذراع الأهلي المتمثل في النقابات والمتمثل في جمعيات آباء التلاميذ والمتمثل في ربما هيئات أخرى ذات طابع معزز للأداء التعليمي، كل هذا في الحقيقة من شأنه أن يجعل الرؤية والمقاربة للحلول التعليمية مقاربة شاملة. فكلما كانت الأطراف المعنية والأطراف المساهمة في العملية التعليمية على نفس طاولة الحوار، كلما أيضا كبرت حظوظ التوصل إلى حلول شاملة وحلول جذرية. فأعتقد أن مشاركة مثل هذه الأذرع الأهلية وممثلية المجتمع المدني في مثل هذه المؤتمرات الذي يحضره قادة الدول ويحضره وزراء ويحضره أصحاب قرار ويحضره أيضا صانع سياسات، أعتقد أنه يعزز حظوظ نجاح هذا المؤتمر وهو بدون شك ناجح بهم. على ذكر حضور رؤساء أو الشخصيات التي تحضر هذا المؤتمر، هناك حضور لافت للرئيس الجزائري وهو يزور موريتانيا منذ ما يقارب 4 عقود من الزمن لم يزور رئيس جزائري موريتانيا، هل هذا بعد سياسي آخر لهذا المؤتمر أم أنها لحظة تصادف فقط؟ أعتقد أن مشاركة قادة الدول في مثل هذه المؤتمرات هي مشاركة طبعا تخضع لمجموعة من الاعتبارات، منها ما هو خاص بالدولة نفسها المدعوة، منها ما هو خاص أيضا بالدولة التي تحتضن هذا المؤتمر، ومنها أيضا ما يخص الجهات الداعية. ولا شك أن حضور أي رئيس لموريتانيا وأي رئيس لمثل هذه المؤتمرات التي تنعقد على أرض الوطن هو محل ترحيب ومحل طبعا تقدير، ويزيد طبعا من قيمة هذا المؤتمر ويزيد أيضا من مستوى الشراكة ومستوى المشاركة فيه. نحن نعرف أن منطقة إفريقيا هي منطقة تجاذبات سياسية دولية، بالنسبة لهذا المؤتمر هل هو قرار مستقل داخل الاتحاد الإفريقي أم أن هناك جهات دولية داعمة
لهذا المؤتمر، وإن كان كذلك أي أقطاب دولية يمكن أن تكون لها اليد الطولى في إقامة هذا المؤتمر؟ هذا المؤتمر متخصص متخصص، وربما ينتمي إلى ما يسمى بالقطاعات المغلقة أو القطاعات شبه المغلقة أو القطاعات المستقلة. فالتعليم له حدود وله فضاءات معروفة، وبنيته ومنظومته معروفة مسبقا، وربما هو أيضا من القطاعات التي دائما تحرص الدول على تحصينها وعلى حمايتها من أي رؤى خارجية قد تتدخل في أبعادها السيادية. الشراكة مع منظمة اليونيسف هي في الحقيقة شراكة مهمة، لأننا نعلم أنها منظمة أممية يعني تهتم بقضايا الطفولة وقضايا الشباب وقضايا التنمية الاجتماعية، وأعتقد أيضا أن انعقادها في موريتانيا، ونحن نعلم ولله الحمد تمسك موريتانيا بالمنظومة القيمية وتمسكها أيضا بالثوابت الحضارية ليس فقط المنطقة وإنما أيضا الثوابت الحضارية المشتركة والثوابت الإنسانية، وأيضا رعاية فخامة الرئيس لهذا المؤتمر. أعتقد أن هذه ضمانات لهذا المؤتمر ربما من أي تجاذبات هي موجودة وقوية في قطاعات أخرى، نظرا لوجود مصالح أخرى سواء مصالح مالية أو مصالح صناعية أو مصالح ربما ذات طابع مختلف، إلا أن قضايا التعليم والتنمية الاجتماعية عادة هي قضايا أكثر توافقية، وعادة الدول أيضا في الحقيقة تراعي هذه التجاذبات وتحرص على حماية مؤتمراتها مشترك وحماية مساراتها مشترك. نعم. جميل. بالنسبة للاتحاد الإفريقي، إلى في أي مكان تضع هذا المؤتمر في مسار التنموي لمنظمة الاتحاد الإفريقي كمنظمة والتحقيق أهدافها 2063؟ طبعا هو لا شك أنه محطة مهمة جدا في المسار التشاوري داخل هذه المؤسسة، ولا شك أيضا أنه سيعقبه مجموعة من الاجتماعات ومجموعة من اللقاءات المتخصصة، لأنه هو يؤسس لمرحلة جديدة من بلورة رؤى استراتيجية في مجال التعليم ومجال التشغيل وفي مجال الشباب، ولا شك أنه سيغني استراتيجيات هذه المنظمة وسيغني آفاق الشراكة والتعاون مع مؤسسات أخرى. فهو ليس مؤتمرا فقط ينعقد وتلقى فيه مجموعة من المداخلات أو مجموعة من لا، هو مؤتمر تنفيذي، هو مؤتمر للتخطيط، هو مؤتمر لبلورة أهداف معينة، ومؤتمر لأيضا ربما تشكل وتمثل أجندة ومسارات جديدة في مجال التعليم. فأنا أضعه ربما في صدارة ممارسات الاتحاد الإفريقي في مجال التشاور المتخصص. جميل. إذا كانت هناك نتائج نهائية لهذا المؤتمر، هل ترى في نظرك أنها ستجد طريقها إلى التطبيق؟ طبعا هي النتائج، ومن المعوقات الأساسية التي النتائج التي عادة تصل إليها مثل هذه المؤتمرات يجب أن نكون واقعيين ويجب أن نضعها في سياقها. هي نتائج أولا تراكمية، بمعنى أنه لا يمكن أن نحكم عليها مباشرة بعد انتهاء المؤتمر أو بعد فترة وجيزة من انتهاء المؤتمر. هي تتدرج ومسار طويل. نعم، هي تتدرج في السياق، تتدرج في الزمن، وتتدرج حسب خطط واستراتيجيات كل بلد. طبعا فترة التقييم هي يحددها أيضا من وضع هذه الخطة، ويحددها أيضا ربما من رأى الأفق النهائي
لمثل هذه الخطة. ولكن أعتقد أنه مستوى المشاركين على مستوى قادة الدول وعلى مستوى الوزراء، فهؤلاء هم رأس هرم صانعي القرار، فأعتقد أنه ضمانة وأعتقد أنه مؤشر أن هذا المؤتمر فعلا يشكل مرحلة تنفيذية وليست فقط مرحلة نظرية للبحث والنقاش والتشاور. جميل. في العنوان الذي طرح في المؤتمر يذكرون الولوج إلى التعلم الشامل مدى الحياة في إفريقيا، هل ستكون الطريق سهلة لتحقيق هذا الهدف حسب المؤشرات الحالية؟ طبعا ليست بتلك السهولة، ولكن أيضا في هذا المجال المؤتمر سيكون خطوة أولى نحوه. في هذا المجال ليس هناك شيء سهل، هو ليس هناك شيء مستحيل. إذا ليس هناك طبعا شيء سهل وليس هناك شيء مستحيل، ويمكن تحقيق الأهداف إن اكتملت الإرادة. إذا مشاهدينا نشكر وإياكم الدكتور أحمد سعيد والباه رئيس جامعة شنقيط العصرية، كان ضيفنا في هذه الحلقة من برنامج ظلال الخبر. نشكركم أيضا على حسن المتابعة، وإلى أن يضمني وإياكم لقاء جديد في حلقة جديدة في موضوع جديد من هذا البرنامج. هذه تحية. شكرا جزيلا لك. شكرا. مرحبا.